راح يكون عندك مدير اعمال، نقدر نقول مدير اعمال راح يكون ان شاء الله موجود معاك وراح يوجهك للطريق الصح. هاي الحركه موجوده يا جماعه، اذا فزتوا مثلا ببطوله معينه راح تطلعون بالحافله تفترون في المدينه حقتكم. السلام عليكم يا جماعه، اللي مدري راح يكون عندنا مقطع جديد، وفي هذا المقطع باذن الله راح نشوف مع بعض نمط المهنه من لعبه فيفا 24 او لعبه اف سي 24. ببساطه يا جماعه، احنا شفنا مقطعين خاصين باللعبه وعدد كبير عجبتهم المقاطع اللي نزلناهم، وقالوا يا سيد كمل معانا الاشياء اللي ممكن نشوفها داخل اللعبه. اليوم باذن الله راح نشوف مع بعض نمط المهنه والاشياء اللي موجوده. اللي صار، نزل مقطع جديد للعبه اليوم، المفروض انه يستعرض الاشياء اللي موجوده داخل النمط هذا، وانا للامانه ما شفت المقطع، راح اشوفه معاكم لاول مره، فما طول عليكم يا جماعه. هذه اللعبه قدامنا او هذا المقطع قدامنا، وبسم الله خلينا نبتدي مع بعض ونشوف وش اللي موجود. For Deep Dive series, I'm Sheldon, and today I'm joined by Alex and Pete from our EA Dev team to talk about everything that's new in manager and player career. How are we feeling? كبداية يا جماعة، كبداية اللي قاعد نشوفه، اللقطات اللي في الخلفية، أتوقع أن كلها لقطات المفروض تكون داخل اللعبة، يعني أشياء ممكن إحنا نشوفها مثل ما تلاحظوني مكان التدريبات وما شابه. ما أدري، هي مجرد توقع لقطات راح تطلع وقت يمكن التمرين وما شابه، يمكن هي مجرد توقعات يعني. هنشوف مع بعض، شوفوني لقطات. أوكي، راح يتكلم عن نمط المهنة للاعب وللمدرب. Yeah, lots of exciting features to go over. I know that control is a big theme this year, and there are so many changes in this separating manager career and player career. So let's start with manager career. Okay, أول شيء بنبتدي مع المدرب. يا جماعة، in new ways in FC 24. دقيقة، أنا كان ودي إن نحن نشوفه تاني، نرجع مرة ثانية، بس إذا سوينا بهالطريقة راح يكون مقطع يمكن طول نص ساعة. أول شيء لاحظته، أول شيء كبداية، عندنا هني لقطات من خارج الملعب مثل ما تشوفون، هاي اللقطات من خارج الملعب، زين؟ وهني عندنا أتوقع جائزة أفضل لاعب في العالم، راح يكون في إعلان الظاهر داخل الكارير، ونشوف مع بعض المقطع إنه أوه اللاعب الفلاني هو أفضل لاعب في العالم. الجزء الطاف ما كان موجود، كان يطلع في الأخبار وكان مجرد صورة، فما كان يعني يحسسك بالشيء اللي قاعد يصير، وبعض الأحيان ما تدري أصلاً إن في واحد فاز بأفضل لاعب في العالم. زين؟ الشيء الثاني، طبعاً هاي لقطاتها هني، لاحظوا يا إخوان في كاميرا، يمديك تخلي الكاميرا حقت المدرب تكون من تحت وتتابع المباراة من تحت. شيء غريب عجيب، والله شيء غريب. تدرون يا اخوان ترى شنو ناقص؟ ناقص بس يحطون نظارة الواقع الافتراضي، استخدم نظارة الواقع الافتراضي واكون كمدرب واكون برا واسوي الخطط برا. المهم هني كبداية نختار طبعا المدرب. We've just looked at how Pep and Ancelotti and Klopp and all the real world managers, how they actually play, what they're trying to deliver across the club. We've taken things like park the bus, رهيبة الحركة. Pressing and giving you the chance to develop them with your team in your own. هي أشياء تكتيكات وما شابه، وكل مدرب له يعني النظرة الخاصة فيه. The best managers in the world rely on a coaching staff to bring their tactics to life. So okay. They were introducing coaches to help you do the same. Coaches will have a huge impact okay. on how your team learns your tactics and how players will develop. الظاهر ان كل مدرب له خصائص خاصه فيه. The different departments, so attacking, defending, midfield, goalkeeping, coaches, and they'll lead to better boosts for your players' attributes, and they can be shifted around as necessary. Having more coaches and, of course, better quality coaches in a given department will actually accelerate the players' development. So if you sign a new striker, you might reshuffle your staff to have more coaches in the attacking department okay. and manage the workload to get the most out of their development. They were so good today, and give credit to the coach. He got his tactics absolutely right here. So with all these new coaches, it feels like preparation is a big focus of manager career. زين. So what have you been cooking? ترى اللقطات اللي داخل اللعبة ترى جدا رهيبة. Give people more control over what happens on match day. There are actually three new features for match preparation. اللي هم. Training plans, pre-match reports, and match-ready training. First way to make sure. الظاهر يا جماعة ترى كل مباراة. راح يكون لها أجواءها الخاصة، بحيث إن إحنا حتى نجهز المباراة الفلانية قبل. فخلنا نشوف كيف الموضوع هذا راح يكون بالضبط، يعني كيف راح يكون التجهيز هذا. 100% is to keep them sharp. The expertise yep. of coaches sets the ceiling of how much of a boost a player can get to their attributes, but their sharpness decides how much of this boost they'll actually get game to game. Training plans are something that the community have talked to us about a lot, and we know that we could improve that. So we've redesigned them this year to make it easier.
and make it more accessible so players can actually keep their players sharp but also make sure they're fit and in top physical condition. It feels like this is really going to be helpful in keeping the team going all year. So how about managing... يعني فعليا كل مباراة بنحتاج ان احنا نجهز لها قبل فخلنا نكمل الحين. Training on a game to game level. Well, we're introducing pre-match reports as well this year so you can understand your opposition. Okay. فهذا اللي كنت قاعد اقوله انه التجهيز كيف راح يجينا تقرير. هذا التقرير علمنا يا جماعة شنو موضوع الفريق المنافس، كيف طريقة لعب الفريق المنافس، وش الخطة ومن اللاعبين الأفضل عنده وشلون قاعد يلعبون. فراح يجينا التقرير هذا وإحنا بدورنا نقدر نحن نسوي تكتيك يعني مضاد للفريق هذا. يعني مثلا بالذات مثلا لو أنا كنت مثلا فريق ضعيف وراح ألعب مثلا ضد ريال مدريد، فانا اعرف منو اقوى اللاعبين عندهم وش التكتيك اللي قاعد يلعبون فيه، فانا مثلا العب بشكل دفاعي او افاجئهم بشكل هجومي وما شابه. Find ways to tweak your tactics and get the upper hand against them. بالضبط. هذا City, you might not try to have as much possession, and if you're lining up against Real Madrid, you want to watch out for pace on the counter attack. بالضبط. Use these pre-match reports to understand how they like to play and make a plan for what you might need to do to stop them. So the pre-match report is telling you that the other team likes to park the bus. يعني ببساطة يا جماعة موضوع اللي كنا نسويه في السابق ان احنا نحط تشكيلة واحدة ونمشي فيها كل الموسم ممكن ما تكون ماشية في جميع المباريات او بعض المباريات الكبيرة الفرق اللي ممكن تكون اقوى منك، فانت محتاج انك تغير في التكتيك هذا ضد الفرق هذه او الفرق اللي حتى اللي قريبة منك في المستوى. Great passing to unlock their defense. With match ready training you'll be able to play training drills that unlock one time play styles for your players to use in the upcoming match. So in this case you'd select a drill that focuses on passing and we'll offer the players involved in that drill some key passing play styles. So how much of an impact will this have on their performance? This will literally change the game. For example, we see how the players cross and head the ball in the training drill. Here's what those same players look like performing the same action, this time in the game with those additional crossing. الأشياء ما أدري إيش وقف الفيديو ما علنا. الأشياء اللي راح تدرب فيها اللاعبين حقك يعني مثلا دربتهم على الرأسيات اوكي والتمركز في الرأسيات راح يطبقون نفس الاشياء في المباريات الحقيقيه. خلينا نكمل مع بعض ونشوف. طبعا بيفرق الموضوع حتى موضوع التدخلات الاشياء هذه. في لقطات رهيبه ترى. Absolutely. Our community has been really looking forward to have the ability to spectate matches. كاميرا اللاعب. Focusing on one player or watching the whole matches if you're in the stands. شوفوني الكاميرا. From the touchline as the manager. And you'll still be able to make tactical adjustments. هذا موضوع الكاميرات يمدينا نشوف بالطريقة هذه. We haven't even spoken about player career. So shifting gears. الحين بنروح لمهنة اللاعب. اوكي. هاي تهمنا بشكل كبير. I want to go be the next club legend for Liverpool. زين. How am I doing that in FC 24? I'm glad you have that dream in mind, Sheldon, because that's exactly the type of thing we want to celebrate in player career this year. That's why we're introducing in player career the player agent. Your player agent will have your back throughout your career. راح يكون عندك مدير أعمال نقدر نقول مدير أعمال راح يكون إن شاء الله موجود معك وراح يوجهك للطريق الصح تمام فبيساعدك يعني أوكي راح تعطي الأهداف حقتك تمام وهو بيحاول يسوي على حسب الأهداف حقتك. خلنا نحاول نركز أكثر مع الموضوع. And you can make that move to your dream club a reality. What would some of these objectives look like? So let's say I want to start in a lower league, but then eventually make it to Liverpool. Your player agent will know which stepping stone clubs you should be working towards, and they'll give you certain milestones to help you make those jumps. So if you're a striker, that might mean reliably scoring 15 goals a season. Hit those targets and you'll attract the interest from teams that will advance you down your chosen career path. His speed of movement and finishing... يعني ببساطة ممكن انك تلعب مع نادي بسيط. ويكون عندك هدف زين الهدف هذا انك مثلا في المستقبل تلعب مع ريال مدريد او مع مثلا مع برشلونه فانت تقدر تسوي الهدف هذا بس كيف انت عندك اهداف لازم تحاول تسوي مثلا تحاول مثلا تسجل 15 هدف في الموسم ما شابه فعندك تارجت تحاول تنجح فيه عشان شوي شوي توصل للمكان اللي انت حابب توصل له تمام. What are some ways that we can make sure that we are going to be hitting all of our goals in player career? Well, we've redesigned player career personality feature to really focus around play styles that we've mentioned before as you make the decisions on and off the field. Okay. هاي كارت موجودة طبعا. On the field. Yeah, so this year each personality tier will unlock another play style you'll be able to use and the play styles you have to choose from will be based on what personality type you have. Okay, التطويرات راح تكون بالطريقة هذه. Unlock a play style plus. راح تكون شخصيتك بهالطريقة تختار مهارات.
so we'll be able to dribble like Vinny or shoot like Haaland. You can really see these play styles come to life. And is this a new camera in player career? Exactly. We really wanted to put the player at the center of attention. So maybe في كاميرا جماعة جديدة. وهذه الكاميرا بحيث انه يكون اللاعب في الوسط راح تكون الكاميرا شوي مايلة مثل ما تشوفون وراح يكون لاعب بالطريقة هذه وأيضا عندنا مثل ما تشوفون فوق الطاقة أو التقييم ورقم اللاعب واسم اللاعب. An opponent. والله كاميرا جيدة. You now have more immersion in those key moments of the match. All right, and through all of this, we look great on the pitch. The play styles are in full effect, and now we're winning championships. And it feels like we're really celebrating these massive moments. Indeed, we've expanded dynamic moments in player and manager career to include some famous celebratory moments, like the trophy bus parade or end of year award ceremony. هاي الحركة موجودة جماعة. إذا فزتوا مثلاً ببطولة معينة. راح تطلعون بالحافلة تفترون في المدينة حقتكم تمام؟ فهذه الحركة طبعا موجودة أو لاعب السنة راح يكون موجود فعليا مثل ما قلنا في البداية والله رهيبة الحركة And you can check out the rest of our EA Sports FC 24 Deep Dive series. Welcome to the club. فإذا يا جماعة هذا كل شيء تقريبا فخلكم يا إخوان يعني مستعدين أتوقع للعبة أتوقع أول ما تنزل بإذن الله راح ننزل لها إن شاء الله محتوى بس اللي أبي منكم يا إخوان إن ترى أنا قاعد أنزل حاليا سلسلة مهنة لاعب أبيكم كلكم تتابعون السلسلة بحكم إنه آخر سيزن خلاص وبعدها راح نجي إن شاء الله للعبة هذه فهذا آخر شيء راح نقدمه إن شاء الله بشكل عادي في لعبة 23 زر اللايك والاشتراك ونشوفكم بإذن الله على خير بس كتبوا لي تحت رأيكم يعني بعد في الأشياء اللي شفناها اللايك امره مهم طق ولا تهتم انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عن نفسهم يسيطر على امم ماذا جيشنا يا عم والاسعار الصوره تتنقل على كل فم باشتراك تنضم وهذه اسهل وسيله يا قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله يا اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد افرح واقدم لك اشياء اكثر من جديده اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد افرح واقدم لك اشياء